بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ولتدي بني جرا إن شاء الله قال ربي كان نلتن ديبس أسندرة يرو أسندرة تركي ست إسلام ما تعريف أماس ديني أنبيوتا كتاتف نموذج سنرها سفنيتين في الني أرأى يربي جلي مفهوم إسلام ما لك تهرها سفنة. الإسلام في الأصل معناه الاستسلام لله في أمره ونهي على لسان الوحي، فمن أسلم وجهه وقلبه لله في كل أمر فهو المسلم. إسلام يتشام مالين أصلتي أججمو وان وحي الراكفي وحي الاتوامي قرآن ونجلي جلب تمني إساف قجلو تو إسلام ما أجل نمتشي رب وحي في أججم قلبين إسا أمر الإسلام على رب وحي في كل نجده إسات أججامي مسلم أجدام. والإسلام يضحب الفضوء والقبول لما أتى به محمد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم متفدا إساف قجد أني قلبي كينا فلأني دلقر أولتوت إسلام ما وبالإسلام يحكي ندى إسلام ما نمني سي دين إساء إيقامار أججا. فإن كان ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان. يوم إسلام ما مجرد أرجتني شهادة إبلو وأن أشيت دبني كان أقول الإسلام ما تسين دين إساني إيجا من منما حاته قلبي كيست أماني قلبي كيست جالتي وكقول إتات إيمان نسد بلا ميف جلم مالي في منافقتون اللي دين إساني إيجا ما تشاهد إسلامك أقررني. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام تعريفات كثيرة، وكان أحيانا يعرف الكل بالجزء تبيانا لأهمية الجزء. رسول صلى الله عليه وسلم والإسلام ما كان كرابا إن إبسا يرو قرقري كل جزء يعني إراجنا شوف إساء جنان إبسا ما عرفي جنا إرادوبته بربادنسا بوتا إساء مرئيسوف جتشا كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أكو مثلا حجين عرفة جدا جنة من عرفة رابة ركني قدو رابة ركني عرفة ملئسو فكنا جدا أكسو ما يروق القري الإسلام مثلا الجهاد جدا الإسلام مثلا الصلاة جدا كل ما لي في أهمية وان كان إبسو في جتشا برباتش أخرجه أصحاب السنن وغيره. ويرمز السيوطي لصحته، فالمعروف أن الوقوف بعرفة ليس كل الحج هذا ومالي عرفاك فلابتون شوف حجي تيمت مالفي أركان نبائيتو تفي أركان أفرت جرا حج جرا، لكن أهمية عرفا ملئسو في نميتش عرفا جناتر تيومان أركان نجتشا ملئسو فكانت تدبتين، ولكنه عبر عنه لتبيان أهميته. فكما يخطئ خطأ عظيما إذا تصور الإنسان أن الحج كله هو الوقوف بعرفا نميتش أركثني الحج عرفا كان رافدتي إيسا كوفا رابطو تو عرفا إيسا كيفت ديك جديك هاتشي أرغتاني أركانا سندوران جرتو اللي هندلاغين كابودا جرتو اللي هندلاغين نميتش كنرات كيفت دير أكوما إني خطاو يوكاني أكوما إني دو قوغورو نميتش وهان تو قرر رسول اللي دبتاني رأيو سلم كوفا كانت اسلام جديد دين اللي أكسومتي خطا في يوكي دو قوغورا كيسا سينا كانتشاني أمياوان سني ملئسوف بك إيسا ملئسوف كانوا عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله كان جدني نمني ويئ في قار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام إسلام مرة قافته أوف نمجكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة إسلام جدجاني صلاة شنني قياف الكن كيس ستجان. فقال حال علي غيرهن إسيم لي واني بلان الرجل أجل قافته. قال لا إلا أن تطوى لكي يو سنة أفرما في إيكيتين قوتي مليجان. وذكر له الزكاة أكو مسان أما اللي ذكر لا إفسانيف. فقال هل علي غيرهن إسيما لي تبيلان رجل جنان. قال لا إلا أن تطوى يو في إيكيتين صدقاء بلا قول التمرين. فأدبر تني لما أنفلتي مال جري وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه السلام أفلح إن صدقاء أو دخل الجنة إن صدق نمجكم مال جري لا وما لم اتمن صلاة شنن صلاة زكاة لي قلتو
يو سنناغ وتمالي سنانا جرايتش سنن صلاتا تطوا كدرا كدوبا اما صلاه بلا ليت دبل اكو مثلا زكلين اكو مثلا زكاه واجبان جتيمي سيمالي صدقان بلا ولان غدتو تنين ولا من فداتي مال جد اني تنره دبل يديتش غرغلي دي مال جد الرسول صلى الله عليه وسلم يو دغا دوبته اكو ما جد اتوان كان دلغر اولجه دغومان ارغتني نجاه ارغتني مچكوني دغومان هونغور هبهجد رغم أما اللهم حديث براتي رغم أن جنة سينة جنة إذن أكنا جتشان ركنين برا شهادة ودهن كررين كننغو لجتشامي أركان برا كأسر رجل سومني واجب أما تكيسر ديبتا كان أسر رت أهمية جرا كان لماني دبته وكان يا رسول صلى الله عليه وسلم هذه تعريف أجمعها الأخير وهي كلها إنما عبرت بالجزء يعني الكل تنين ألقيتني دمي تكا وكي دمي لما كل را دبتي أهمية وانكنا إبسو. وقد ذكر الحديث أن بناء الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، فإذا هي الخمسة في ركائز الإسلام وليست كل الإسلام. أركان الإسلام توشنن كل شوف إسلامة إمت حركة إذا إساني رجع إسلامة مالي أكما مني رجع أفرنك شان رت الآبة تججا مالي كإسي قوتو كم برايو اتدبال أكو مكانا جنسي تراكنا دبتني عندما يقول القائل أن هذا البيت بني على دعائم أربعة يعني أن هناك دعائم وفوق الدعائم بناء أكو إلمنا ما يوجدوا روجين أفران كان رتما يكون إجهر ما يوجد أمو ما نجد جامد إسدوبه الدوك أنا والنجر فودة تجرى بلبلة تجرى من مرقتني كزجرا أكو مثلا دجججرا كان مرات ومانا جيتسي سمالي ركنين كن أفران يوكاني رقين كن أفران مانا جي أكو مثلا إسلام ما ولي غلوان كاناتي ركني إردت الآبات تجامالي والنبرا كان قران جردو إسلام إسلام ما جينا ما جيتشانا كانا فكانت تيبسن جيتشا رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا درست الإسلام وجدت أن له مناهج الأخلاقي المستقل حيث تجد طريقا أخلاقيا واضحا كاملا شاملا راقيا واقيا لم يبق فيه جانب من جوانب الحياة إلا وقد دلك فيه على أنظف سلوك وضع يو إسلامة الكتاب ستي مثلا أخلاقك كيستي يو كاني أمال غاري كيستي حقيقة من هجبال آقب تلكتاب ستي أدى إساكاقول ديني بلا تر كان كسيكا حيث تجد طريقا أخلاقيا واضحا كارا أخلاقا كارا أمال بريدا قد إفا بل أنك تيكب واقعيا كم أرغتني إلمي نما قدودا دو كمثالي تيتم أرغتني أكو موني هاوي مقوفا تاني كما دلقرته لم يبقى فيه جانب من جوانب الحياة إلا وقد دلك عليه وان إلمي نما اتحاجة متك همان هم بفن إسلام ومان إسات سأكيكم عليه. وإذا درست الإسلام وجدت له مناهجه التعليم يو إسلام ما تلتيت أما سبرته حال أرجتني برمسة حال بيكم سلي كرا بيكم سلي هني بسجتش المستقل الذي يعمر الدنيا ولا ينسى الآخرة يو إسلام أمة تسين دنيا حال إتنجرها النس نو إبس آخرة هندقات كرا آخرة إتجار رس هنو إبس كان إسلام أمة جتش كل يو كدبتات كان كيسا دانغا غرا توكو غوري توكو نهم بيسو تكو جناء الرادبتي جناء ساهم ليس ولي قلتي كانت إسلام. وإذا درست الإسلام وجدت أن له مناهج اقتصادي أكو مكان دينك ديك الستي منهج أدت كأدك تيك أبججة سواء في ذلك تنظيمه المستقبل لقضية الملكية أرجتني حالا وأرجتني ونكين اتمير كنفنون ملكية نما تكورا قرار رمك تكو تكمي تترتي أكملت مو أكافته أكملت مو بيه بلا يعني دولة بلا خزينة دولة يوكي كبينة دولة أكملت كم بيتك حال سين اتجرتني اقتصاد اتجابي فتو كم سين فا هنبسا أو لحل المشكلات الاقتصادية ركني إيش اقتصادا يوكاني اقتصادي المنامات الر يوك أرجتني كأكسي كان أكملت هيك ربا الر أنا ما فجيسا ادخار قلتني أمتني أركلتني أكلمني ركني أنا ما قلت أكو مكان موبات عالم بيا كيس ستأكل أرقام نقول أكملت سياسة دولة نسين اتديمت مرين إبسا وهكذا لا نجد قضية من قضايا الوجود البشري إلا والإسلام فيها حكم
akkuma kana wanna ilma namaatiif barbaachisu mara keessatti islaamummaan haga isa ibsitutti haga addaan baaftutti haga seera isaa keettutti hin dhiiftu wanni akka islaamaa walii galatti waan akkanatti ibsu hin jiru islaamummaa jechaan cufaa waan ilmi namaa itti hajamu maraafuu jawaaba kenniti jedhe haadhaan islaamu kallafahu llaahu bihi lbashariyata idan manhaja akkana ka guutuu ta'e kana akka ilmi namaa ofirratti yaani dalagarra oolchuun rabbiin subhaanahu wa ta'aala takliifa nu godhe jecha ilma namaa tirra kaa'e jecha waajiba nurratti godhe isa kana oda ofirratti gadi buufne isatti ka bullu taate jiruun teenna wani badduuf hin jiru maaliif wanni nu barbaachisu mara isa keessatti arganna haala itti deemnus mara akkasumatti nu ibsa yoo rabbi jedhe inshaallah rabbiin umrii nu dheeressee walitti nu deebise waan saniin ala jiruullee bal'innaa walitti ibsina asumarratti isinii dhaabnaa wassalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mm-hmm.